يا مايسترو، انا مش عارفه حضرتك لما جيت مصر يعني ازاي اخدت على المصريين واخدوا عليك بالسرعه دي. هو حضرتك بالاساس كنت بتشتغل في لبنان؟ في لبنان بس انا ابن المدرسه الموسيقيه المصريه. بالنسبه لنا الموسيقى المدرسه اللبنانيه كلها كانت لهجه موسيقيه بالنسبه للموسيقى المصريه. عبد الوهاب، ام كلثوم، احنا تعلمنا اللهجه المصريه من افلام عبد الوهاب وام كلثوم. بس لما جيت دقيت اي باب يعني جيت عرفت وزاره الثقافه. انا عملت برنامج بالتلفزيون اللبناني، سجلت ساعتين على التلفزيون، كان وقتها الشريط الكبير ده الفيديو، لا الفي اتش اس ولا البيتاماكس، الثاني الكبير ده. معرفش حاجات قديمة. أول شريط تلفزيون طلع قد كده كان. وبعت نسخة لتلفزيون القاهرة. فقعد يتزاع، خدته الدكتورة رتيبة قعدت تزيع منه. بعدين صدر قرار وزارة الأستاذ الله يمسيه بالخير فاروق حسني وزير الثقافة، وجابوني على مصر اعمل 3 حفلات مع فرقه ام كلثوم في قاعه سيد درويش بالهرم. يعني كانت الدعوه لمايسترو ليقود الفرقه. 3 و5 و6 مارس سنه 1988. لا ده ميلادي الثاني يعني في بالموسيقى، ميلادي الثاني هو ده التاريخ. عملت 3 حفلات. عملت 3 حفلات وقتها. اذكر الحفله الثالثه نط الاستاذ فاروق حسني وزير الثقافه جري على المسرح وطلع وهناني وهنى الفرقه. قدمت وقتها مجموعه من الاغاني المصريه وطبعا 5 6 اغاني لبنانيه. فكان حدث فعلا بالنسبه لي حدث. اولا تحيه طبعا لوزير الثقافه الاسبق طبعا. وتحية للعقلية وأكيد دكتورة رتيبة الحفني طبعا العظيمة. تحية لفكرة العقل المنفتح النشط السريع، دي كلها حاجات لطيفة. انت جيت تعمل حفلات بس حسوا بالمحبة. قلت لي ازاي جيت مصر؟ بقالها مصر 200 سنة بيجي لها الفنانين العرب وانا واحد منهم زي غيري يعني. بعدين جت دكتورة قالت لي مايسترو احنا عايزينك تبقى في مصر. يا نهار اسود. قلت لها لا استحالة. قالت لي ليه؟ قلت لها انا درست في روسيا من سنة 65 لسبعة وسبعين، 12 سنة. انت عشت في روسيا 12 سنة؟ 12 سنة متواصلة ورا بعض. ايه يعني حضرتك بتتكلم روسي كويس؟ اوف كورس. كان يشنا. وانا مش دراني. ما بتعرفيش روسي؟ لا اكيد لا ما اعرفش روسي. لا انا اللغه الروسيه بعرفها زي العربي. انا مكتبتي الموسيقيه كلها بالروسي. المعلومه المتداوله ان حضرتك سافرت روسيا فتره ورجعت، بس ما كنتش عارفه انهم 12 سنه. لا 12 سنه ورا بعض، ومن تاني سنه بقيت اتكلم روسي زي الروس بالظبط، ما كانش حد يقفرني اني اجنبي. من تاني سنة. أنا على فكرة بحب اللغات جدا وبعرف 4 لغات غير لغتين بديت أدرسهم للأسف الدراسة الموسيقية خلتني أتوقف عنهم، اللاتيني والإيطالي. طب أمال إيه ال4 لغات؟ عربي وروسي؟ فرنسي وروسي وإنجليزي. وبقرا وبكتب بال4 لغات يعني. طب معلش وال 12 سنة في روسيا بقى يعني ترتب سنة لغة سنة تحضير موسيقي، مع اني كنت دارس قبلها 4 سنين في لبنان كونسرفاتوار ببيروت. برضو كل اللي درسه في بيروت لم يسمح لي اني ادخل معهد روسي. عملت سنة تحضير لغة وبعدين سنة تحضير موسيقي بمعهد موسيقي. بعد سنتين دول 4 سنين قيادة كورال اكاديمي بقوا 6. فين بقى؟ بمعهد جنيسن اسمه، لمتخصص لقيادة الكورال. بعدين رحت على كونسرفاتوار تشايكوفسكي
خمس سنين احد اساتذتي كان تلميذ هربرت فون كاريان، استاذ تاني دائما طبعا قائد القرن العشرين كان، الاستاذ الثاني كان تلميذ برضو واحد من عمالقة قيادة الاوركسترا في القرن العشرين اوتو كليمبرر، ده كان تلميذه الثالث، استاذ الثالث اللي جاي عمل حفلة في الاوبرا وانا قدمته في المؤتمر الصحفي. ايوه راجديسفينسكي اسمه. ال 12 سنه دول كانوا موسيقى بس ولا كانت حياه كامله في روسيا؟ الموسيقى ماده من المواد اللي درسناها. انا مثلا كانت ماده سنتين ورا بعض تاريخ الفنون التشكيليه، اربع سنين فلسفه، علم الجمال ده احد الفروع اللي درسناها الاستيتكس. ايه كمان؟ لا لا لا، الموسيقى. وبعدين الموسيقى انا مش قياده بس، انا مؤرخ وباحث وناقد. انا عندي يعني الحمد لله دلوقتي قاعد منكب على ده استاذي الفلسطيني العظيم سلفادور عرنيطة، قائد اوركسترا ومؤلف موسيقي وعازف بيانو وعازف أرغن. هو كان بيعزف بيانو وأرغن الكنسي، كان العازف المساعد لأوغستين لاما. أوغستين لاما كان عازف الأرغن في كنيسة القيامة في القدس. عرنيطة كان المساعد بتاعه على عزف الأرغن، كان عمره 15 سنة في كنيسة القيامة. كنيسة القيامة في الكنيسة. ولاما ده أحد الفنانين الفلسطينيين، منهم بدر لاما بتاع السينما هنا. أيوة في مصر. كنت لسه هقولك هو قريب أخوه. الأخوين أخوه. لاما دول بقى أصل العيلة الأعمى. الأعمى راحوا على أمريكا اللاتينية ما عندهمش حرف العين، سموه لاما وفضلوا لاما. لما جم على مصر فضلوا محافظين على اسم العيلة زي ما كان يلفظ بأمريكا اللاتينية بالأرجنتين. يعني بدر لاما هو بدر الأعمى. بدر الأعمى عيلته راح، بدر وأخوه بدر و إبراهيم لاما. إبراهيم وبدر بالظبط. بدر وإبراهيم لاما. بالظبط. ففضلوا لاما. إنما هما إبراهيم وبدر الأعمى. الأعمى. في أمريكا اللاتينية بقوا لاما. عائلة. لا لاما. لاما. وفي مصر لاما. جم. رجعوا على ما جم هنا فضلوا هم محافظين اوائل السينما. طبعا 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 الاسمين معروفين بس مش معروف الاصل العربي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.